أستاذة جيهان معايا؟ مع حضرتك مستر محمد. هتقولي لي الجملة دي إيه؟ اسمعي كده. Please, can I have you a drink? Can I have you? يعني أنا يعني سمعت أنا ده اللي أنا سمعت. أنت قربتي قوي يعني قربتي بس الفيرب في مشكلة لسه. اسمعيها تاني طيب. وخلي بالك دي رابع محاولة. ما فشل أنا معلش. Can I offer you a drink? Can offer? I? Offer? أيوة يعني إيه؟ أقدم لك مشروب؟ أقدم لك مشروب أو أعزمك على مشروب. تمام. هتقولي لي برضو الجملة اللي بعديها. Please. I'm dying to know. دي سهلة. I'm dying to know يعني أموت وأعرف. أيوة أموت وأعرف. خلاص طالما دي سهلة تعرفي اللي بعديها برضو. I'm dying to know. Better late than never. لا ما سمعتش أول كلمة للأسف. مرة كمان. Better late than never. لا مش كمان مرة التالتة اهي. Better late than never. الرابعة. Better late than never. Better late to never. مش عارفة. Better late than never معناها ايه؟ لا انا ما اعرفش معناها برضو. طيب الاستاذة اكرام هي اللي هتقول لنا معناها ايه. استاذ انت بتعطيني كل اسئلة صعبة صح؟ كل الاسئلة الصعبة فعلا. السؤال فعلا سهل. وحتى اسمعي كده استاذة سميرة تأتي متأخرة. نعم. معناها ايه better late than never؟ أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي. شفتي بقى شفتي صعب بقى يا أستاذ إكرام ولا سهل؟ سهلة بقى سهل دلوقتي. طيب هتقولي لي طيب أستاذ إكرام هتقولي لي السؤال ده. صعب ده. ها Can I have your phone number? Do number يعني إيه؟ ممكن تعطيني رقمك. طيب دي ما مش سو بقى ليه سو؟ Can I have your number. أيوة اسمعي بقى تاني. I have your phone number. اللي انت قلت عليها سو دي فون. Can I have your phone. أيوة اسمعي تاني كده. Can I have your phone number. I have your phone number. احنا طبعا ممكن نشيل فون لو احنا عايزين نتكلم. ممكن نقول Can I have your number. تمام. ولو قلتي phone number تمام برضو. هتقولي لي الجملة اللي بعديها برضو. No one will ever love you as much as I do. لا دي صعبة فعلا. خلاص هنجيب حد تاني مش مشكلة. معانا الأستاذة ياسمين. لا عرفتها أستاذ عرفتها. Oh my god. طب قولي يلا. No one will never love you as much I do. ما شاء الله. إيه والله هي محاولة ممتازة يعني فيها شوية أخطاء بسيطة كده بس اسمعيها تاني. No one will ever love you as much as I do. Yes. ما حدش هيحبك قد أو yes. كما أفعل يعني. Yes. طيب أستاذة ياسمين. نعم. هتقولي لي السؤال ده. And I'll never forget that day. I never have a better. طب اسمعي تاني. And I'll never forget that day. I will never forget that that day. And I'll never forget that day. I never forget that day. And I will never forget that day. يعني ايه؟ مش راح انسى هذا اليوم. هذاك اليوم. طب هتجيب السؤال اللي بعده. I'm the eldest of four children. ايه كمان مرة؟ I'm the eldest of four children. احنا خدنا شبهها اصلا وحضرتك موجودة كمان. خدنا شبهها. كمان مرة. اذا انت بتحكيها افضل. انا عايز التركيز يكون عليهم هم مش علي انا. اسمعي تاني. I am the eldest of four children. Hey. Yes, I am the eldest of four children. لا مش عرفتها. طيب استاذه هند. ايوه يا مستر مع حضرتك. ايه الجمله؟
I'm the eldest four children. Four children. يعني أنا الأكبر من أربعة أخوات. من أربعة أطفال. أو أربعة أطفال. مش هنسمع تاني. بعد دي على طول. Never forget that day. I'm the eldest of four children. I'm the eldest of four children. أستاذة هند هتجاوب اللي بعديها برضو. Okay. Just between you and me. Just between you and me. يعني معناها ايه؟ يعني بيني وبينك. طيب برافو. اسمعوا تاني. Just between you and me. بيني وبينك. Just between you and me. Just between you and me. Just between you and me. تمام. MG. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعني؟ نعم مسا. طيب هتقولي ايه الجملة دي؟ هو اسم حضرتك ايه بس عشان انطقه صح؟ محمد جلوج. محمد جلوج. تمام. نسمع الجملة دي. I'm not upset. I'm not upset. What does it mean? يعني ايه؟ I'm not upset يعني طيب I'm not upset I'm زعلان. تمام. لست مستاء. لست مزعج. طيب شكرا جزيلا. الأستاذة نبأ. Yes. هتقولي لي الجملة اللي جاية دي بعد دي على طول. دي هنكملها وهتقولي الجملة اللي بعدها. تمام. Okay. I'm not upset. I'm not upset. I'm not upset. Can I have your number? Can I have your number? أيوة يعني إيه؟ هل أستطيع الحصول على رقم هاتفك؟ أيوة ممكن رقمك. هتقولي لي برضو الجملة اللي جاية دي على طول. Yeah. Best thing I've ever heard. That is the most ridiculous thing I've ever heard. وهاي جديدة علي بس. طيب هي في المستوى الثاني. لو أنت مش شفتوش مش مشكلة. هسمعك واحدة تانية. Why are you doing this to me? Why? لا ما حدش يجاوب غير الأستاذة نبأ لو سمحت. Again. Why are you doing this to me? Why? Why are you doing this to me? Why? بتعمل معايا كده ليه؟ أو لماذا تفعل هذا بي؟ Why are you doing this to me? Why? Yeah. Why are you doing this to me? Why?